اسعد الله اوقاتكم متابعي ومتابعات شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في بث مباشر من مدينه القنيطره. اليوم حنا في وسط مدينه القنيطره كما كتشاهدوا معنا المتابعين. الحمد لله اليوم كيف ما عارفين كيف غادي نكمل. الحمد لله اليوم نتلقى الحجر الصحي اول غنشوفوا الاجواء جميعا مع مرحبا بكل من التحق بنا الان. غنشوفوا الاجواء في وسط مدينه القنيطره بالضبط بالقلب ديال القنيطره كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل. هذه الاجواء إذن كيفما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل أجواء مثيرة. الحمد لله دابا السيارات ولاو غاديين بحرية تامة. يا ربي حيد علينا هاد الوباء. عليكم السلام كل من التحق بنا مرحبا بك سي محمد. مرحبا بكل من التحق بنا كنقول لهم مرحبا بك على البث المباشر. حنا اليوم بمدينة القنيطرة كيفما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل. ياسين مرحبا بك. محمد الشيخ مرحبا بك. سي الحسن مرحبا. الحمد لله من بعد اليوم كيتفتح الحجر الصحي الحمد لله كيفما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل. حنا في القنيطره كيفما كتشوفوا بعض المحلات حالين مازال حالين من بعد 11. امين بالتوفيق للجميع ان شاء الله سيدي محمد. اذا بحال امس بحال هذا الوقيته ما كانش السيارات كيقدروا يمروا ما كانش بزاف الحوايج. الحمد لله اليوم كيف ما كتشاهدوا معنا السيارات غاديين بكل حريه. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل الحمد لله الحياه ولات كترجع للطبيعيه الحمد لله. الناس فرحانين كيف ما كتشاهدوا. كما كتشوفوا معنا متابعين الافاضل اجواء ليليه انتما اليوم الحمد لله هذه الليله بمدينه القنيطره كيف ما كتشوفوا. مرحبا بكل من تحت بينا سي رحيم الاخوان كاملين. مرحبا بك معنا اليوم من احد الممرين في هذا اليوم. اليوم الاول كيف ما عارفين قلنا الراي ديالكم كيف جاتكم واش فرحانين لان الحمد لله كنمشيو بالحريه ما بقيناش بحال الحجر الصحي. تفضل استاذ. الحمد لله الحجر الصحي داز مزيان. نعم. حاليا راه الاجواء دابا الناس باقا ما ولفوش بهذا البروغرام الجديد. نعم. ومع الوقت ان شاء الله راه يحاولوا يتاقلموا معاه ويرجعوا للاجواء الايام ديالهم العاديه. وهذا الشيء راه مزيان راه شويه بشويه غادي تتقاد ان شاء الله الامور. ان شاء الله الحمد لله. الله يحفظك. شكرا لك. مرحبا. الله يحفظك. مرحبا سيدي مرحبا. كيف ما تبعتوا معنا اليوم الحمد لله الممرين غاديين بحريه تامه. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين حنا في وسط مدينه القنيطره بالضبط وسط الساحه الكبيره اللي معروفه بمدينه القنيطره. انتم ناس فرحانه الاجواء لست تعود. انتم الطاكسيات هما فرحانين. غادي نمشيو عند احد الطاكسيات بالليل. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين حنا في محطة الطاكسيات. الحمد لله الطاكسيات موجودين ناس الاجواء جميلة. انتم
كما كتشوفوا معنا متابعينا الفضيل، مجموعة ديال الشباب في هذيك كيف ما كتشاهدوا معنا، مجموعة الشباب كيتواجهوا غادة فرحانة، الأجواء مرحبا سيدي، مرحبا بكم، جمعي المباشر، ويلكم باك. كتشاهدوا معنا المتابعين، حنا اليوم بمدينة القنيطرة في الوسط ديالها، الأجواء مثيرة، كاين بعض المحلات اللي مازال حاليا لحد الآن مبقاش داك الحجر الصحي كيفما كيفما شرح لنا بعض دابا الآن في هاد واحد السيد قال لك مازال الناس متعودوش، ولكن الحمد لله مازال هانتوما كيفما كتشاهدوا معنا المتابعين الفاضل. كاين بعض المحلات اللي مازال حاليا مازال هانتوما مرحبا سيدي محمد، مرحبا تفضل السؤال ديالك. نجوزو من المحلات اللي مازال حاليا ونشوفو الأجواء هانتوما كيف ما كتشاهدو معانا. كاين حتى مطعم اللي مازال حال، مازال المقاهي بعض المقاهي اللي هي حالة غادي نشوفوها وندوزو محداها. هانتوما كيف ما كتشاهدو معانا المتابعين الأفاضل، إذا كيف ما كتشاهدو معانا هذا مثلا هذا المحل هو حال في هاد الساعة هادي من 11 و10 دقائق كيف ما كتشاهدو معانا المتابعين. محل آخر أو مطعم آخر حال الحمد لله كيف ما كتشاهدو معانا، السلام عليكم، كيف ما كتشاهدو معانا المتابعين محل آخر كذلك هانتوما واحد مقهى عفوا هانتوما. السلام عليكم، هانتوما كيف ما كتشاهدو معانا المتابعين الفاضل، حتى مول الحوايج مازال حال في هذه الوقيته هذه كيف ما كتشاهدوا من المتابعين. هانتوما هانتوما نحتاج دابا كيف ما كتشاهدوا من المتابعين الفاضل، الاجواء مثيره وان مجموعه ديال الشباب راهم ليها الحمد لله ولات كترجع الاجواء الحاله الطبيعيه ديالها، اللهم لك الحمد، شيء هذا الشيء كيفرحنا وكان الحمد لله. هذاك الشيء اللي بغينا حنايا، انا نجي عندكم انتم معايا المباشر، احنا جايين عندكم اسيدي، مرحبا بكم معنا على البث المباشر، معكم شوف تي في طبعا. فرحانين اخويا، احنا سيدي فرحاني، والله ينصر سيدنا والله يخليه لينا، امين تبارك الله عليكم. بعدا من رفعوا علينا تفونا شويه، نعم تفونا شويه، دابا من نطلقوا العصر الصاعي الحمد لله. الحمد لله كيف ما سمعتوا معنا المتابعين الافاضل، كيف ما سمعتوا معنا المتابعين الافاضل، كيف ما تصريحات ديال احد الشباب اللي كيقول انه فرحانين دائما. الله ينصر سيدنا طبعا، الله ينصر سيدنا، الله يطولنا في عمره. مثلا
انتم كيف ما تساعدوا الشباب خارجين في هذه اللحظه هذه في هذه اللحظه خارجين الشباب و اجواء مزيانه. السلام عليكم سيدي. بخير. مرحبا مرحبا. حيدي كارو حيدي كارو. الا كي انصحني على الاجواء ديال اليوم. السلام عليكم. كيجيكم الجمعيه المباشر؟ مرحبا. فرحانين على الاجواء. حاجه وحده اليوم الاول. هذا اليوم الاول وحاجه نعم. وحده بغينا ما بغيناش ال11 تحديدات دابا الحمد لله. نعم. دابا ان شاء الله بغينا الشباب يمشيو للغربه. مرحبا. هذا ماشي الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو على ان 11 تحديدات تحيدوا ال11 ساعات. نعم. أيوة. الحمد لله شفناكم كتجولوا بالسعوديه. عشمالي طبعا. الغربه كنت صباح الله عليك اخويا. تبارك الله عليك. نعم. امين يا رب العالمين سي محمد. امين يا رب العالمين. اذا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا للمتابعه وتبارك الله عليكم. إلى اللقاء وأمسية سعيدة إن شاء الله. والحمد لله اليوم الأول كيف ما كنشاهدوا معنا مجموعة السيارات اللي ما كانش البارح مجموعة ديال السيارات اللي ما كانش البارح بحال هذا الشكل هذا. إذا الجميع كنقول له أمسية سعيدة وصباح الله عليكم. كنتمنى منكم أنكم تبارطاجوا هذا اللايف. إلى اللقاء.